يعني ايه يا اخويا العمليه باظت؟ اكيد في حد وضح الرجاله يا معلم. وعتنا سودة ومهببه لما الخفيف يعرف، واللي فتح حنكه وبغبغ بالكلام الخرتيت هيقطعه ويطفح جدته لسمك البحر. المهم الرجاله اللي اتمسكوا اخدوهم ايه؟ رقبتهم فداك يا سيد المعلمين. تقوم بالواجب وزياده حبتين في كل بيت من بيوتهم، وما تخليش نسوانهم يحسوا ان رجالتهم بعيد عنهم. ارنب كان بيتنطط حوالينا بخير وعافيه. اصطادوه ولاد الابلسه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ الحمد لله يا حاج. صباح الخير يا خير. خير باذن الله. الشغل ماشي عادل؟ كله على لسه بنفسك يا حاج. كلها ساعتين ونخلصه. لو عشت حاجه بقى كلمني في التليفون في المكتب. حاضر يا حاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دورت يا حاج. يلا يا حبيبي انت هو خلص. امبارح ليه يا كامل؟ ما هو ساب الشغل ومشي يا حاج سلطان من غير ما ندوا له الاوكي. يا حاج اداني تليفون قالوا لي مراتي جالها الطلب، جريت على ملا وشي، لكن الحمد لله جابت لي ولي العهد. مبروك يا فيري. الله يبارك فيك يا حاج. خد ادي يوميتك وادي حلاوه المولود. يا جابر. ايوه حاج. سيبه يروح عقبال فرحك. تعيش يا حاج. ربنا يزيدك من نعم ويوسعها في وشك يا حاج سلطان. امين يا رب. صباح الخير. صباح الخير يا حاج. ادخل. صباح الخير يا حاج سلطان. انا عم مدبول اتفضل. والله لو سمحت تظهر لنا الشيكات دي عشان نبعتها البنك. أنا مش عارف من غيرك يا راجل عجوز، كنت أعمل إيه في حسابات الشغل؟ الله يا فندم ربنا يقوينا ويعيننا على مراعية أكل عيشنا. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حرما يا حاج. جمعنا إن شاء الله. من الله. أنا الوقت يا حاج ومحدش هيفك دي تلاتة. قول يا رب. كله على الله. رسالية الفراخ هتوصل الجمعة دي على المركب، والمخازن عندي على الآخر، وطمعان في كرم. أمال إيه اللي كنت بتشاون وتخزن عندهم؟ أنت الأصل يا حاج، ولولا عشان جيت ما كنتش جيت من جنيه، والثلاجات عندك 100 فل قوي. هبعت لك راجل من رجالتي تديله بونص الشحن. ربنا يعمر بيتك يا حاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. 12 2 4 تمام كده. صباح الفل يا عبدولة. أهلا. صباح الفل يا عريس. إيه اللي جابك من المخزن دلوقتي؟ تاني خلصت وكنا هنطلع على هناك. ما هنروحوا سوا. أصل الحاج سلطان عاوزك ضروري، وفي سكتنا بقى نطل على وردة نشقره عليها. ماشي يا عريس. أوكي. قشطة عليك. قلت هترجعيه أنا هترجعيه وغصب عنك كمان. يا نهار ابوك اسود ونيل، انت بتعلي صوتك عليا يا ولد؟ ها؟ لو كنت راجل كنت كسرت دماغك وقطعت لسانك زي الفرقلة ده. انا يا ولد لساني زي الفرقلة؟ ايوه. طب والمرسى والعباس؟ الله 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 الله. ايه يا ست مجنونة؟ ايه يا ست يا عادي يا مجنونة؟ ايه يا حرامي؟ ايه يا حرامي؟ ايه يا حرامي؟ الله يا عم يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله. ايه ده؟ بس يا ورد. والمرسى والعباس انت كده يا ورد. ما يصحش كده. تجيبي انت
كنت فين من امبارح؟ وحشتني. مش وقته ده ولا مكانه يا وردة، ما تجننيش. حكايته ايه يا فندي ده؟ ايوه فكرتني، هو راح فين النادي ده؟ بس يا وردة بقى، جيشي انا واقف. اصل انت ما انتش عارف ايه الحكاية. الراجل ده هيشترى مني راديو من 3 ايام. اه حلو حلو كويس قوي. النهارده سلامته جاي يرجعه، اصل انا بقى فتحها سبيل. ده تلاقيه خلص صوت العرب بحاله ونص البرنامج العام. يا فندي انا قلت ارجعه واسيب له حاجه. ايه ده عجيب قوي. ها انت دفعت كام يا رايس؟ 18 جنيه يا عم. اتفضل. عجيب قوي. ادي 18 جنيه اهو. مبسوط؟ حصل خير يا عم، تشكر قوي. سمعت العرب. مع السلامة يا ريس. يلا بالراحة على زباينك شوية. تعرف انا اللي ما عملتش مع الاشكال دي كده يفتكروني بنت هفية ويلعبوا بيا الكرة في السوق. انت سبت الناس كلها يا ورد. نسيتيني يا وردة. نسيتك ايه؟ عادل مستنيني بره على الإمة. ده كلام يا سجابر، مش واجب برضه نعزمه يشرب حاجة؟ ما هو عادل مش غريب يا وردة. طب بنقول لك ايه؟ ايه؟ ما تنساش تفوت عليا بعد الشغل عشان نروح أنا وأبويا نكمل بيت الشوار. أنا نقدر ننسى، هنفوتوا عليكي بعد الشغل. سلام. سلام. سلام يا بتاع الحنان. يلا اخوي. خد يا راجل طيب عشان تشبرق بنتك ورده في ليله فرحها. خد. ده كتير قوي يا حاج. ده خير ربنا هو اللي كتير، ده قال لي واجب نعمله معاك. ادخل. السلام عليكم. عوقت ليه يا عادل؟ السكه زحمه قوي. امال فين جابر؟ راح المخزن. خير يا حاج سلطان على الهاتين؟ بإذنكم يا حاج. إذنك معاك. اتفضل يا مقبول. خير يا خيال قلقتني؟ أنت حاجز بضاعة المعلم برع ليه؟ أصله انضرب في السوق وما دفعش أجرة المخزن، قلنا نحجزه بيها بضاعة. دي مش أصول شغل معلمين كبار في السوق يا عادل. البضاعة دي توصل لصاحبها بسرعة. ولما ربنا يكرمه يبقى يدفع. أمرك يا خيال. تخطف رجلك المعلم أبو العيلة. هيسلمك بوال الشحن لزوم ارساليه فراخ جايه عن مركب اليوناني. هتطلع الرصيف يوم الجمعه في الفجريه. تشد ورديه رجاله من عندنا ونشونوها في الثلاجات بتاعتنا. ايوه يا خال، بس جابر هو اللي بيفهم في امور التخليص، وهو اللي بيعرف يتفاهم مع الرجاله هناك، وهو فرح يوم الخميس على ورده. جابر الراجل بتاع الشغل وانت تسلك امورك معاه. ماشي يا خال، اللي تؤمر بيه، من الفجريه هنكون هناك. عالخد نرجسة والشفة ملبسة يا ألف وميت تحية وميت مليون مسا على عيونك يا حلوة بهديئك دعمسة يا ألف وميت تحية وميت مليون مسا على عيونك يا حلوة بهديئك دعمسة يا ميت مليون مسا يا ميت مليون مسا عالخد نرجسة والشفة ملبسة عالخد نرجسة والشفة ملبسة يا ألف وميت تحية وميت مليون مسا على عيونك يا حلوة بديئك دعمسة يا ميت مليون مسا يا ميت مليون مسا جدايل جدايل شعرك اللي مايل ويطوح ورا يناجي بدري بدري ويتوه نوره في سحرك طول ما انت منورة جدايل جدايل شعرك اللي مايل ويطوح ورا يناجي بدري بدري ويتوه نوره في سحرك طول ما انت منورة يا مرم الشجرايا وعالخدود دلايا يا مرم الشجرايا وعالخدود دلايا في الرايحة أو في الجاية بهديئك دعمسة يا ميت مليون مسا يا ميت مليون مسا عالخد نرجسة والشفة
والشفه ملبسه الخد نرجسه والشفه ملبسه يا الف وميت تحيه وميت مليون متى على عيونك يا حلوه بديئك تعمشه يا ميت مليون متى بعد القصر بشوية والشمس متحنية ولون السما وردي القلب كان نايم أما الخيال هايم ياخد معه ويدي بعد القصر بشوية والشمس متحنية ولون السما وردي القلب كان نايم أما الخيال هايم ياخد معه ويبدي ومشي بتتهادى وناري من قادة ومشي بتتهادى وناري من قادة قلبي يا منادة وقال يا ميت مسا يا ميت مليون مسا يا ميت مليون مسا بس هذا هو سلام لسيد المعلمين يا جدع مبروك يا ست العرايس الله يبارك فيك يا معلم مبروك يا عريس بجيتك الليله تسوى عند الدنيا بحالها يا حاج وانا هنيجي نعزي منك يا راجل تشكر يا حاج سلطان جابر ده راجل يا زين ما اخترت بنتك الحاج سلطان الحاج سلطان والليلة والليلة والعروسة والعروسة والعريس والعريس وانا وانا وانت وانت رقصنا يا تمام يا خال جابر وافق طبعا يا خال وزن التخليص في جيبه وقال ان طلبات الحاج سلطان اوامر على الله ما تروحش عليه نوم انت بترن على ايه بس هي دي ليله الواحد ينام فيها ما عشان كده قايم الفجريه تسيبني وتخرج ما هو سلطان ده ما عندوش نظر ولا دم في الدنيا عريس يسيب عروسته يوم صباحيتها عيب يا ورد الحاج سلطان ملوش ذنب برضه هو عايز مصلحته اللي طق طق ده راجل افضله علينا عليك لوحدك يا حبيبي وكمان بقى انت ما بتشحتش منه انت بتاكل لقمتك بعرق جبينك لولا انه لقاك راجل جدع وبيجي من وراك خير ما كانش بقى عليه ماني عارف يا ورده هينزل دلوقتي بقول حاضر وايوه ده لما يبقى لي كلمه في السوق ونبقى سيد المعلمين بعد كده تقوم تسيبني نهار صباحيتي طب اللي هيجوا يباركولي نقول لهم ايه دلوقتي قولي لهم قولي لهم لسه نايم وما تفتحيش الباب الا لما ارجع ازاي ما ده كلام يا جابر هنأجزه اسبوع بحاله وليكي عليا مش هنسيبك الا بعد ما تزهقي مني انا يزهق منك ده انت روحي دي غلاوتك عندي بالدنيا كلها لما ترجع ايوه يلا جابر خلص انت الاوراق وانا هنسبعك على المغزى وجب المعلم ابو العين لقوه فين عشان يدفع رسوم احنا هندفعوها وبعدين يبقى نحاسب اوكي ايوه ده حاجه تاني مع السلام الله يسلمك Thank you.
ادلع محمود انت راجل بقى معاك صلاح. رزقك يا والدك. يلا رجاله يلا رجاله انا اديكوا معانا عفريت انا يا ريس. ماشي يا ريس. قشطه يا راجل قشطه عليك. سيب انا الحاجه. ماشي قال لسه ما نمشي. مين فول 14 يا كابور؟ المعالج سلطان مش هيسالك الحركه اللي انت عملتها النهارده دي طول عمره. ده راجل خير وغرقان وفوق كده ناني وانت متربيين سوا وطول عمرنا اصحاب. ربنا يعلم اني بنحبك قد ايه يا كابور. بقول لك بالحق المعلم سايبك 500 جنيه دول بيقول لك شبرق بيهم ورده في الاسبوع اللي هتحجزه. ما اللي بدك كفايه يا راجل. ما تقولش كده امسك. خلي والله امسك. يلا بقى احسن زمان العروسه ايه بتدعي علينا. اه بقول لك ايه مش مروح؟ ولما انا قلت اروح مين اللي قبض الرجاله دي؟ عندك حق. طيب سلام. شد حيلك يا عريس. صباح الفل يا ورده. ما لسه بادئ السجاره. قلبك ابيض يا جميل. اوعى كده ما تاكلش بعقلي حلاوه. اه بلا حلاوه بلا جبنه. ما تربى امال يا جميل. لا خدي شيل لنا دول واعمل لنا دول. انا اكلهم ايه دول؟ فراخ. انا بتكلموا على دول 500 جنيه الحاج سلطان اداهم لي. اللي انت قلتي عليه ما عندوش دم ولا نظر. قال لي شبرق بيهم عروستك ورده. وداهم لك بنفس ولا زي ما نقطك في الفرح؟ لا بعتهم لي مع عادل. نبي سعادة ده راجل طيب وامير. واشمعنى بقى سعادة؟ ايوه احنا هنغير ولا ايه؟ ما كناش نغير عليك انت يا جميل. هنغير على مين؟ اوعى كده. وماله؟ ناكل الفراخ الاول. مش هنعملوا حاجه. خلاص يا ستي يعني هنعملوها بس وحياتك ايه. قشر لنا بصلتين وحط الميه على النار عقبال ما نغسلوا الفراخ. قلنا مش هنعملوا حاجة. Thank you.
الو ايوه يا جابر. يا حاج سلطان في مصيبه حصلت ولازم تيجي دلوقتي حالا. ادي بنكلموك من المخزن. خير في ايه؟ الفراخ لما تيجي هتعرف كل حاجه. جايلك حالا. ايوه يا عادل ادي بنكلمك من المخزن. ايوه المخزن. مفيش وقت اسمعني انت. الفراخ في مصيبه حصلت هتودينا كلنا في حديد. تعال بسرعه. جابر ضرب لي تليفون ومن المخزن وقال ان في حاجه مهمه حصلت. وانا كمان اتصل بيا وقال لي الكلام ده. ايه الحكايه؟ مش عارف. مش معاك مفتاح المخزن؟ ايوه. هتكون هنا والباب اللي هنا مقفول بالقفل زي ما انت شفت. ايوه الخير. بس ده قال انه بيتكلم في التليفون ومن المخزن هنا. يعني هيكون راح فين؟ غريبة يا ترى ايه اللي حصل؟ ربنا يستر. والمرسي ابو العباس ما هنفتحولك وهنسيبوك تنام على الباب. انا قلت مش هنفتحولك يعني مش هنفتحولك. اما نشوف بقى هتعمل ايه. افتح يا ورد. انا عادل. عادل يا دي كسوف. فين جابر يا ورد؟ معرفش. بعد ما رجع من الشغل قعد يا دوب 10 دقايق وخرج زي المجنون وقال لي انه راجع على طول. غريب. غريبة؟ يا اخويا وقعت قلبي. في ايه يا سعادة؟ الله ما تخافيش يا ورد، زمانه جاي. ساقي عليك النبي يا اخويا تقولي ايه اللي حصل؟ هو انا لو نعرف اللي حصل كنت جيت سألت عليه. على مين طمني؟ انا هندور عليه. لا وانا هيجي لي قلبي نقعد من غير ما نعرفه ايه اللي حصل لجابر. رجلي على رجلك. استنى.
خرج الساعة كام تقريبا؟ من امبارح الظهر يا بيه، ليلة صباحيتي. صباحيتي؟ يعني كبير. أنا فكرت جاي بلغ عن عيل صغير. عيل صغير؟ ده جوزي يا بيه، هو جه الظهر قعد شوية وخرج زي المجنون. ما يمكن يتخانق معاك. يتخانق معايا ده إيه؟ بقول لك يوم صباحيتي يا بيه. طب هدي نفسك شوية. اديني اسمه وسنه وعنوانه. جابر إبراهيم الشرقاوي. شكوك يا حاج سلطان. الشكر لله يا ابو العيله. مع السلامه وربنا معاك. الله يسلمك. مع السلامه. ولا معلم اي طلبات؟ بشكر يا عدنون. كله تمام يا خالي. تمام. يلا اقفل المخزن وقبض الرجاله. احنا بنصلي العصر صلاه واجب. حرقه مقدمه يا خالي. كل الرجالة ربنا يصبر. وين مسكينة؟ ملحقتش تستنى بعرسها. هي فين عشان ناخده بخطرها؟ وردة تعالي يا بنتي. أنا بنعزي نفسي. جابر كمان عز رجالتي. وعهد عليا مرتبه هيصرف لي كل شهر كأنه عايش وسطيهم. تشكر يا حاج. أنا يا معلم إذا كنت وافقت أبويا على العزا مش معنى كده إن ناري هديت. لا. أنا ناري مش هتهدى. ولا يهنالي بال. إلا ما نعرفه مين اللي قتل جابر. ساعتها بس هنقبلوا العزا. عاوزك تجاوبيني بصراحة. تحت أمرك يا بيه. جوزك قصدي المرحوم ما لاحظتيش عليه حاجة غريبة في الأيام الأخيرة؟ أيام إيه يا بيه؟ أيام إيه؟ هو أنا لحقت؟ ده أنا جوزك خطف مني نهار صباحيتي يا بيه. يا بيه أنا مستعدة نعمله أي حاجة تطلبوها مني بس تمسكوا اللي قتلوه. أنت عارفة جوزك كان بيشتغل إيه؟ في المينا يا بيه مع سلطان ابو خميس وكل الناس عارفه كده. واللي ما يعرفهوش الناس. تقصد ايه يا بيه؟ الانبوبتين دول لقيناهم في هدوم جابر. جابر كان بيتاجر في المخدرات. كان راجل جدع بتاع شغل بس الشيطان شاطر. اكيد حد وزع على سكه الحرام. ايه اللي يخلي واحد يسيب مراته تاني يوم جوازه وينزل الشغل؟ اكل العيش. اصل المعلم ابو العيلة اصدق طلبيه فراخ نخزنوها عندي. ربك والحق انا كنت رافض الاول. اصلي سمعته مش ولا بد. انما انا والحمد لله ما نقبلوش القرش الحرام. قالت الناس كلها زيك يا حاج سلطان. من اصلك يا محمود بيه؟ والفراخ لسه عندك؟ لا في المجال. فين؟ اصل المعلم ابو العيلة استلمها من يومين ونزلها السوق. وسعادتك عارف الحاجات دي ما بتونش في بيعها. يعني زمانها اتاكلت واتهضمت و... ويعني اخر مره كنت فيها مع جابر كانت امتى؟ لما كنا بنخزن البضاعه. انا ما كان ليش صاحب غير جابر. ما قطعش في حد غير انا. يبقى كنت عارف انه بيتاجر في المخدرات. جابر عمره ما حط الحاجات دي في حالكم. ده ما يمنعش انه بيتاجر فيها. جابر اتقتل جدر يا سعادل. دي حكاية حير. بقى جابر يموت مقتول. جابر. ومش بس كده. دول لزقوا له تهمة تخلي اسمه في الوحل. وتخليني عايشة طول عمري حتى راسي في التراب. معاش ولا كان يا وردة.
جابر مات مظلوم وربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. كنت ببقى عارفه كم نفس داخل صدره وكم نفس طالع منه، هيشتوا عمري بناره. ودنيتك وشبابك يا ورده، وابوك الغلبان اللي محتاج لي واكل عيشك. وجابر، جابر كان اعز اصحابي يا ورده، وزي ما خدت عهد على نفسك انا بناخده عهد قدامك وبنمد ايدي في ايدك لاجل ما نعرف مين اللي غدر بجابر. سايب الشغل سرحان في عادي وقت حريطة صعبة أو خير. كل حاجة في الدنيا بتتولد صغيرة وبتكبر إلا مصيبة الموت، بتتولد كبيرة ومع السنة بتصغر. ما افتكرش إنها هتنسى جابر، دي عروسة اترملت يوم جوازها، بكرة تلاقي اللي نسيها. على فكرة يا خال، إحنا لازم نقفوا جنبها ونساعدوها. يا ابني أنا شايفك بتدوق قوي على وردة ومش هتسلم من كلام الناس. يا خالي يا خالي قولي لو فعل الخير يبقى حرام، قولي يمكن انا ما نعرفوش. عشان اريحوك سيبلي انا بقى فعل الخير، وانتبه انت لشغلك. يلا الورديه هتغير عشان تقبض الشاهدين. اغفر المحضر في ساعته وحينه بمعرفتنا نحن محمود عبد الفتاح وكيل النائب العام وقيدة الجريمة ضد مجهول. وأنا كل يوم بغمض عيني على صورتك، 40 يوم من سبقوا بسواد الليل. وعد من قلب كوى يوم فرحته وعيون بتبكي بدل الدموع الدم. ما حيدالي بال إلا ما أعرف مين اللي قتلوك واخد بطاري منهم. وحد الله يا بنتي. لا 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 الحال ده ما يرضيش حد ابدا، انت مش شكلي رح تموتي نفسك يا ورده. النار كل ما دامت ايد فيا يا عم. واخرتها يا بنتي؟ مش عارف مش عارفه. ورده اذا كان معزه عندك ادخل اغسلي وشك ونامي، ومن بكره تنزلي الشغل. ازيك يا ست ورده؟ الحمد لله على السلامه. تشكر يا دحروق. الحاج سلطان بصبح عليكي، بعت لك البضاعه دي. بمناسبة ايه؟ الحاج سلطان ما بيشتغلش في اللي بنبيعوه. لكن بعتلك من اللي بتشتغلي فيه. فين الفاتورة؟ لا ما بعتش فاتورة. يبقى البضاعة دي ترجع مطرح ما جات. يلا. وانا مالي استوردة والله، ده انا عبد المأمور. طب غور من وشي وروح قول للمأمور بتاعك ان انا ما طلبتش احسان. طول ما فيا دراع مش هنمد ايدي لحد ابدا.
ومش هنخلي حد يقول ان ورده انكسرت بعد موت جابر. يا بنتي فوق نفسك بقى، جابر كان ليه علاقات بناس كتير احنا مش عندهم علاقات وناس. ناس مين يا حاج؟ ما تتكلم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ليه بس يا بنتي هتخلينا اتكلم؟ اتكلم يا حاج، ولو عارف حاجه اقولها. انا خايف عليك، اللي قتلوا جابر مش واحد ولا اتنين ولا عشرة، لو ألف راجل اني قدهم، ودم جابر مش هيروح هدر. بس انت دلني عليهم يا حاج. يا بنت انا خايف عليك. ما تخافش، اني وردة مفتحة، عشان كده خايف لحد يطفك. دي سكة ضلمة، واللي بيحاول ينورها الخفافيش اللي معشوشة فيها ما بتسيبوش. واني اللي هيقرب مني هيلاقي ضوافري في زمارة رقبته. لازم حد يطفك يا وردة. أنا بعتلك يا سعادة لما حسيت إن الفار لعب في عبي. ليه يا وردة؟ إيه اللي حصل؟ خالك. خالي؟ ماله؟ قلبي حاسس إنه عارف حاجة ومخبيها عليا. هيكون عارف إيه يا وردة؟ ده الحاج سلطان ده طيب قوي. كلامه معايا ما يطمنش يا سعادة. وردة، بلاش سعادة دي. أمال تحب نقول لك إيه؟ ما تفهمينيش غلط يا وردة. جابر كان عز أصحابي، وأنت عارفة كده كويس. عارفة. بس اللي مش عارفاه ايه هو اللي في دماغك. انت يا ورد، لحم جابر وعرضه امانة وطوق متعلقين في رقبتي، واني اولى بيكي من اي حد. ودم جابر اللي لسه ما نشفش. احنا طول ما احنا متعاتين وايدينا في ايدين بعض بالحلال هنوصلوا للي احنا عايزينه. لحم جابر وعرضه اني نعرفه نصنوه كويس. أنا عارف إن كلامي غير كده خبط لازم، لكن أنا كده اللي في قلبي على لساني. وعلى العموم أنا هنسيبوكي تفكري. طار جابر في كفة وحياتي في الكفة التانية. يا مرحب يا مرحب يا معلم. فضل يزيد فضلك يا مدبولي. امال وردة فين؟ نايم. احسن برضه. خير يا حاج؟ خير اللهم اجعله خير. اصل الحاج سلطان الكبير زارني امبارح في المنام وكان لابس ابيض فابيض وهتبني. قال لي واخرتها ايه يا سلطان؟ العمر بيعدي والفلوس المتلتله اللي عندك اللي كسبتها بالحلال هتعمل بيها ايه الفلوس دي؟ وبعدين؟ بعدين اختفى. لكن الشيخ علي امام الزاويه فصل لي المنام ده وقال لي لازم تتجوز. عين العقل. اللي زيي ما يحبش البهدله، لازم ياخد واحده بنت اصول تصونه وتصون شرفه وهو غايب عنها. محدش قال غير كده. عشان كده أنا جيت لك برجلي. مش فاهم. أنا جايب نفسي عشان تحط إيدك في إيدي ونقرأ فتحة وردة. فتحة وردة؟ إيه؟ ما شرفتش يا مدبولي؟ وردة بنتي وأختي وهتبقى مراتي. كلام إيه ده اللي بتقوله يا معلم؟ أهلاً يا ورد. ده بعد موافقة عمي مدبولي وموافقتك طبعاً. والمحبة دي بانت ليه بعد موت جابر؟ ولا لون السواد خلاني احلى من الاول؟ لا الحكايه حكايه اصل، والشده اللي انت فيها بينت اصل. انا هنسيبكم تفكروا. استنى يا معلم، خد ربدي معاك وانت مروح. انت غلطت في العنوان يا معلم. ايه رايك يا مدبولي؟ ورده بتتكلم الصح؟ جابر سابني يابا والكل طمع فيا. ليك رب اسمه الكريم يا بنتي، واذا كان على شغلي معاه حاسبهوله. واللي خلقني يا بنتي مش ممكن ينساني. ما انا يابا قلت لك اقعد وارتاح. يا بنتي انا مانيش بتاع قعد في البيت، وكل معلمي المينا يتمنى اشتغل معاهم. يلا حبيبتي ادخلي ارتاح. يلا يا
صباح الخير يا ولد. هيجي منين الخير يا سعاد؟ ليه كفالة الشهر؟ تاني جاي ومتعشى بالخير. روح اسأل خالك. خالي برضو؟ يا ستي قلت لك ما يهمكيش، ده راجل طيب، شيليه من دماغك خالص. يشيلني هو من دماغه، ده عايز يتجوزني يا سعاد. عايز ايه؟ يتجوزني. صحيح اللي سمعته ده يا خالي؟ سمعت ايه؟ انت طلبت ورده للجواز؟ وفيها ايه؟ طب وكلام الناس؟ اللي عملته ده عين العقل. ورده يا بنت لسانها طويل وعقلها بيوش وعاوز الراجل يشكمها وقت اللزوم. كلام ايه اللي بتقوله ده يا خالي؟ كلام الناس العالين، ومش عاوزك تتكلم في الموضوع ده تاني خالص، فاهم؟ ايوه بس انا اصلي خلاص. اللي عملته معاك يا مدبولي تخرجني من بيتك وقف يا ام رعيش. ده بيت ورده يا حاج، وانا سبتها تقول رايها زي الشرع ما قال. خش. البضاعه اتشونت والشحن ان شاء الله بكره في الفجريه. على بركه الله. وانت يا مدبولي حصل خير، انت راجل جدع وطول عمرك ما رجالتي، دي عشره عمر. انا نسيت اللي حصل منك وانا ناوي ترتاح. العمر ما بقاش فيه يا حاج، وهو هبقعد في دكان ورده بنتي وهو هنا زي هناك. عشان كده جايب الحسابات في ايدك. اعمل لي الريحه يا مدبولي. يا راجل يا راجل، الحاج باقي عليك وانت بايعه. سيبه على كيفه يا محروق، هنا وهناك واحد. اعمل لي الريحه يا مدبولي، وكفيتك هنصرفها لك وكل اللي تعوزه. كتر الف خيرك يا حاج. الحسابات دي ناقصه يا مدبولي. ازاي؟ الشيك ابو 30,000 جنيه مش متقيد. الشيك اللي استلمته مني من يومين. الله، كيف ده متقيد عندك؟ امال هيروح فين؟ الشيك ده مكتوب عليه يصرف لحامله، وكان في عهدتك بعد ما مضيت لدحروج بالاستلام. دي اخرتها، تسرقني يا مدبولي. انا؟ عيب يا حاج، عيب تقول كده؟ العيب ان انا ائتمنتك وانت تخوني. طب للبوليس. الشيك اللي سلمته المدبولي بتاعي فلوس، فلوس متاخره على المعلم ابو العلا لحاج السلطان. الشيك كان معاه اتصرفوا بعد يومين، رحت سلمته المدبولي ومدبولي اداني الورقه دي ومضى عليها. اهو اتفضل. ايه رايك يا معلم سلطاني؟ الحق يتقال، الراجل طول عمره كويس معاه، بس فاجئني انه هيشتغل مع ورده بنته، يعمل لها توسعات في المحل ويكبره. قصدك انه صرف الشيك عشان خاطر بنته؟ ما حصلش، ما حصلش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ماما ما تعملش بنفسك كده، ده يجي لك حاجه. يا بيه يا بيه سلطان ده راجل مجتهد، يا بيه ده عمل كده عشان انا ما رضيتش اتجوزه. بقى يا بنت تصدق ان الراجل الطيب ده يعمل كده؟ ادخل. ايوه يا اللي صرف الشيك واحد اسمه غريب السيد غريب. الحمد لله، اظن يا بيه اكبر دليل على براءه ابويا. بس اتضح من البيانات اللي خدها البنك من بطاقه غريب السيد غريب ان صاحب الاسم ده مات من 3 سنين، وكمان قضيه تزوير في اوراق رسميه. تقصد ايه يا بيه؟ اقصد ان مدبولي بعد ما مضى على استلامه للشيخ من دحروج راح صرفه. لا 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 ما حصلش، ما حصلش. وده بعد ما شال صورة صاحب البطاقة المتوفي وحط صورته مكانه. لا، علشان يبعد الشبهة عن نفسه. لا يا بيه، لا، ده السلطان هو اللي عمل كده يا بيه، حرام عليك. انا ابويا مش ممكن يسرق ابدا، انا ابويا مش حرامي. لا لا يا بيه، حرام عليك، ده انت ظالم، حرام عليك. لا حرام، حرام عليك. وقد وصل المحضر في ساعته وحيني، وامرنا بالحبس المتهم مدبولي عبد الفتاح اسماعيل 4 ايام على ذمه التحقيق. ظلم، ظلم والله، ظلم.
كتر المصايب اللي عماله تحل عليا وما بلحقش افوق منها. يا ناس بس وجه كل حاجه تتحل ان شاء الله. تتحل ازاي يا اخويا؟ تتحل ازاي وخلف راكب راسه؟ يا ناس يا ناس ابويا هيروح مني. يا ناس ابويا هيروح مني. اذا كان على الفلوس انا هدبرها لك. دبرها؟ ده مبلغ كبير قوي يا سعاد، هتجيبه منين يا اخويا؟ اني عشانك وعشان عمي مدبولي هنركب السعر. ونسددها ازاي؟ نسدد ازاي؟ واذا سددتهم يبقى ابويا طلع حرامي بحقه وحقيقي، ولما انقبض عليه يرجع الفلوس. لا يا سعاد، لا يا اخويا، ابويا لازم يطلع براءه. بس انت خليك جنبي، إذا كنت بتهزني بصحيح تعال معايا نروح لخالك نتفاهموا معاه. أصل إيه يا سعد ما تتكلم؟ وردة، أنا عايزة تنسي كل حاجة قلتها لك بخصوص حكاية جوازنا دي. على نفسك لما تقول اتجوز لأبوها حرامي ولا تساومك أنت وخالك عليا. عيب يا وردة. عيب إيه وزفت إيه؟ هو انت تفهمه بالعيب ولا تعرفه العيب؟ مع السلامة يا سعادة. وردة، مع السلامة يا سعادة وكتر فول يا وردة. معلمك فين؟ مأجز له يومين، أصله بعافية شوية. واجب نزوره، اديني العنوان. ما نقدروش. ليه؟ لازم أسأله الأول. طب ما تسألوه. ألو؟ أمال؟ كله أليستا يا سيد الرجالة. بس وردة هنا بتقول عاوزة تزورك. ندوها العنوان؟ وجب. رايحة زيارة خصوصي ولا شغل؟ حاجة ما تهمكش يا خفيف. سيد الرجالة مستنيك الليلة بعد صلاة العشاء. اديني العنوان وخلصني. يا وردة، أصلي كان عندي ضيوف ومشيتهم على ميعاد. اتفضل. على اتفضل. يا حاج أنا جاية لك عشان خاطر أبويا. أبوكي كان راجل طيب، بس مش عارف عامل معايا كده ليه. يا حاج ده المفروض إنك ما تصدقش حاجة زي دي في أبويا. يا حاج ده راجل كبير وما يستحملش ساعة واحدة يتسجن فيها، وأنت بس اللي في إيدك تفك سجنه. إزاي يا وردة؟ تقول لي نيابه انك متنازل عن الفلوس. ده بقى 30,000 جنيه. انا هكتب لك بيهم وصل امانه يا حاج. انت بنت جدعه وعندك اصل، كل ماده بتزيدي غلاوه عندي. من بكره هنتنازلوا على القضيه. تشكر يا حاج، ده كان عشمي برضه. ولا وصل امانه ولا تياوله. لا وصل الامانه ده عشان ما حدش. عشان ايه؟ عشان ايه؟ بقول لك هتنازل عن كل حاجه. سواي كده وعادي. ان شاء الله تعيش يا رب. ايه ده؟ يا جمال. كنت فاكرك راجل. لا انا حاولت اثبت راجل. اوعى 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 اوع
يا بيه دي جات لي والشر بنط من عينيها وصممت تاخد العنوان. احنا هنكتبه ليه؟ النيابه بتحب الدين حاج. اعتقد يا فندم انا ليا سفر صغار متوفره لدى الكهنه. شكرا. اتفضل يا استاذ. ايه اللي وداكي بيت سلطان يا واد؟ كنت فاكراه بني ادم وهيقف جنب ابويا اللي بيشتغل عنده طول عمره. دي جت البيت سكرانه يا حضره القاضي. حرام عليك، كفايه اللي حصل لي، حرام عليك كفايه. وايه اللي خلاها تضربك بالسكينه؟ لما زعت لها على اللي كانت عاملاه في نفسها، فكرتني مش هتنازل عن قضيه ابوها، ضربتني بالسكينه وهي بتجري خبطت الشمعدان وقعته وحصل اللي حصل. مهمنيش الدم اللي بينزف مني، وحاولت اطفي النار اللي مسكت فيها. كذاب كذاب، والله كذاب، والله كذاب. بعد سماع اقوال النيابه والدفاع والاطلاع على ما ورد، حكمت المحكمه حضوريا على المتهمه ورده مدبولي عبد الفتاح بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. حكمت المحكمة حضوريا عن المتهم مدبولي عبد الفتاح احمد بالسجن لمدة 5 سنوات. المحكمة حضوريا عن المتهم ابراهيم فتحي. اللي مصحيك دلوقتي يا وردة؟ اللي بيه صحيني العمر كله. انت لسه بتفكري في سلطان؟ مش بعيد بعد اللي عمله يكون له يد في موت جابر وفي سجنك وفي سجن ابوكي ورماكي زي الطير اللي مقصوص جناحه. ما تزوديش النار اللي فيا. قومي نامي يا استا نرجس. انام؟ ده انا بقالي 6 ايام صحي علشانك انت. عشاني انا؟ من يوم ما جيت هنا حسيت اني لقيت حاجه كانت غايبه عني. معلش. هانت يا بنتي. بخار الغسيل بيتعب ستي. ارتاح انت. ارتاح. انت ناسيه ان احنا مساجين وان الراحه مش في ايدينا. انا هعمل شغلك. اه يا Hey!
عزة دي؟ عزة دي بنتي، كانت ضحية زيك، قدمت الحب كله وتردي لها غدر وخيانة. جوزها ما كانش إنسان طبيعي، بعدين اتحملته فوق طاقتها لحد ما خلاها انتحرت. بنتي الوحيدة ماتت في عز شبابها. كان لازم يموت. ورد، ليك حق ترفضي تقابليني يا ورد. ولما انت عارف جيت ليه؟ أنا غلطت في حقك يا ورد، بس هيجي الوقت اللي تعرفي فيه إن اللي حصل ده كان غصب عني. يعني كنت عارف إن خالك ظلم أبويا وسكت؟ سكت بفلوسه ولا خوف منه؟ مش وقت العتاب دلوقتي يا ورد، أنا جاي نستسمحك ونمدلك إيدي. ما أنت مديتها قبل كده وصدقتك وما صنتش العهد. أنا ما عنديش استعداد نمدوها تاني. عندك حق يا ورد، بس هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه كل حاجة وساعتها هتعذريني. أنا ماشي يا ورد. بالحق عم بولي بيسلم عليكي. انت شفته؟ ايوه، انا كنت عنده امبارح وبيقولك شد حيلك هو بخير. يبقى لازم عيان، ده ابويا وانا عارفاه. هتعيلي بس، الراجل بخير وكل همه انه يطمن عليكي. حبيبي يا ابويا، أنا ما غلطتش في حاجة. أنت عملت أكبر غلطة في حياتك. إزاي بني آدم تسمح لنفسك وتزور الراجل اللي سرقني؟ إزاي جالك دم وتزور البنت اللي حكمت تقتلني؟ دي كانت بتدافع عن شرفها. أيوه، اظهر على حياتك، اكشف ورقك، لكن ده بعدك. نعلم سلطان أبو خميس عاشر عمر سلطان أبو خميس وهيفضل سلطان أبو خميس. وإذا كنت خدت لك عمليتين ثلاثة لحسابك لازم تفهم إن أنا فوتها لك بمزاجي. ده مهما كانت الحالة، ابن أختي والخال والد. خلاص خلصت كلامك؟ مش عاوز اسمع منك ولا كلمة. اتفضل استنى، مش عاوزين نسمعه مرة تانية انك هوبت ناحية الناس دولة. لا احنا من طبهم ولا هم من طبنا. اتفضل. نفسي اشوف وردة بنتي يا بيه. يا مدبولي ده قانون، مش ممكن ابدا. اعمل معروف يا بيه، ده الطلب الوحيد اللي بطلبه منك. انا حاسس ان اجلي قرب ونفسي اشوف بنتي ولا مره واحده.
مفيش أي قانون يخليني أعمل حاجة زي كده. يعني مفيش أمل؟ خلاص. كتر خيرك يا تعال يا وردة. تعال. نعم. هتخرجي تشوف أبوك. أبويا. روح يا وردة. روح يا حبيبتي روح يا ماما. أبويا 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 رد عليا رد عليا بابا رد عليا يا ابو جنني ما تنسينيش أبويا هو كان نفسه يشوفك قبل ما يموت اي حاجة قلت هالك بخصوص حكاية جوازنا دي دي كلها تلهيني يعني. بص يا وردة الورقة دي فيها عنوان حطيها في عينيك خدي ويوم ما هتخرجي بالسلامة هتلاقيني في انتظار على السلامة يا استهانة كانت غيبة طويلة يا استهانة بس السنين ما غيرتش منك كتير ولا انت يا سلطان كفارة على الزمن الوحش يا ريت كنت قلتي لي يا استهانة كنا نديله بدالك ولا كنا نبعت حد من صبياننا يتوهون يخلصوا منه ارجوك كفاية مش عايز اسمع سيرة الموضوع ده تاني طب ما يلزمش ايها الخدمة تاني متشكرة اذا عوزتك هبقى ابعتلك عن اذنك استهان عن اذنك
وردة. تعالي يا وردة. ست نرجس تعالي يا وردة. اطلعي يا حبيبتي. الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا ست نرجس. انت مستغربه؟ بصراحه يعني انا كان لازم اقول لك اني غنيه وعندي وعندي وعندي. كفايه انك هتكوني عندي. اطلع يا أسطى لو سمحت. زكية نفذي اللي انا بقولك عليه. عجبك بيتي ماما؟ هي السرايا دي بتاعت حضرتك؟ حضرتك ده ايه؟ وردة انا نرجس حبيبتي. نسيتي ولا ايه؟ يلا يلا اطلعي على اوضتك. اوضتي انا؟ طبعا اوضتك انت، وكل حاجة في البيت ده بقت ملكك انت. انت هتفضلي معايا هنا على طول، مش هتسيبيني ابدا. بس انا مشواري طويل قوي. معايا انا هتحققي كل اللي انت عايزاه. لو ما صدقت اني لقيت بنتي اللي راحت مني. حبيبتي حبيبتي يا بنتي. بعدين بقى انا مش قلت لك يا ماما 100 مره بلاش حكايه المرايه دي؟ ده ما تشيليش هم وخلاص هيروح. المرايه دي ما تمسكيهاش تاني. هي حبيبتي امنت ليكي عندي حته دين مفاجاه. اغمض عينيا؟ لا 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 دي مفاجاه لازم تفتحي لها عينيكي قوي. بس توعديني انك تمسكي اعصابك علشانك وعلشان. ايه هي المفاجاه دي؟ انت تعرفي هو سبب المصايب اللي دخلت السجن.
هو اللي عرفنا على جوز بنتي. انا عارف عنه كل حاجه. يعني كنت تعرفي؟ طب ليه ما قلتليش؟ كنت عايزاني ازودك هم على همك. ثم افرض انك عرفتي، كنت هتقدري تعملي ايه وانت في السجن؟ كنت هتريحيني، كان ممكن اخسرك، واحنا الاتنين محتاجين لبعض. كفايه عليا انك هتعوضيني عن احلى كلمه في الدنيا، كلمه ماما. انا كمان ربنا عوضني باحن ام في الدنيا يا حبيبتي. دلوقتي بقى هنبدأ سوا مشوارنا مع سلطان. عندي عرايس للجواز، اللي كانت عندي راحت بسببك. اتفضلوا يا بنت اختي. هي كانت عايشه بره وجايه تقضي معايا يومين. البلد وعلاها منورين بست الكل. ميرسي. اتفضل يا معلم، اتفضل. ايوه، ايه الحلاوه دي كلها يا استاذ عادل؟ ايه
اللي معاه ده بتاع الفراخ اللي يوم استلمها جابر قتلوه. دلوقتي بس اتأكدت ان عادل له يد في كل اللي حصل لجابر. اوعي تتصرفي اي تصرف يضيع كل اللي عملناه. مفيش حد فيهم شك ولو للحظة واحدة انك وردة. انا مش عايزة كده يا بنتي. ما تخافيش. ايه الحكايه؟ انتوا شايفيننا قاعدين تتكلموا؟ بقول لك ايه يا سنرجس، ما تيجي نكملوا السهره بره عشان نحتفلوا بست الكل نورتنا. بتقعد مع صاحبي انت يا معلم. اتفضل. اهلا. انت اسمك ايه؟ اسمي سلطان ابو خميس. ابو خميس ولا ابو جلام؟ حلوه، دمك شربات. بقول لك ايه؟ ما تيجي نعزمكم بكره نفرجوك على اسكندريه وناكلكم اكلك سمك معتبر على البحر. بس انا مش فاضيه بكره يا معلم. خليها بعد بكره. يمكن. شربات. لا يا حاج سلطان، قاعد هنا وسايبنا لوحدينا؟ يا خبر. اتفضل يا معلم اتفضل. تشكري. اتفضل. تورايا يا راية. عاوزين مني ايه؟ قاعد لوحدك ليه؟ اصلي ما بحبش الدوشه. شكلك رايق قوي. وانت جميله قوي زياده عن اللزوم. ميرسي. عن اذنك. جيب البحلق ليه؟ سامحني يا بطة وجابر، أنا خرجت عن توبي لأجل موفي الدين اللي عليا وانتقم لكم، وعهد عليا ان محد حيمس شعرة مني ابدا ابدا. شرب يا حلوة. ما بشربش يا سوسو. سوسو حلو قوي نفم جديد. يسلم حنكك. عجبتك قوي. حتة سمك بقى اتجنن. ما باكلوش يا سوسو، كل انت. طيب تاخدي كابوريه تجنن. ما بحبهاش يا سوسو، كل انت. مليانه بطارخ دي. ما بحبهاش. طيب كلي جمبري. ما بحبوش، كل انت. لا بتاكلي ولا تشربي وعماله تبصيلي. انت متضايق اني ببصلك؟ خلاص يا سيدي هخبي عينيا. لا بصلي بصي وانا بديك الساعه لما سفرنا زهانم تبقى احلى فيا. لا انا هناكله ولا هنشربه الا مره بتبصلي كده ليه؟ ايه في حاجه غلط؟ لا ابدا ابدا. يوه يعني في حاجة غلط ولا علشان خلاص يا ستي من بكرة هنبقوا على فرانك على آخر. برافو يا سوسو. يا سلام سوسو دي هتجنني. سوسو دي. بعدها معاك يا صافي. في ايه يا سوسو؟ حلوة طالعة من بوك زي الشتا، يا ريت كمان تبطلي بحلقها فيا. اصلي معجبة بيك. لا اذا كنت معجبة بحلقها على كيفك. بس يا خسارة. ايه مش لاقي عليا الافرانكة ده؟ لا لا بالعكس ده انت زي القمر كده،
بس اصل كلها كم يوم ومسافره راجعه تاني. ليه حد زعلك هنا؟ لا ابدا، بس اصل فلوسي وحاجتي وبيتي وكل حاجه هنا. هنا موجود زي واكتر كمان. اصل بصراحه ما اتعودتش اعيش مع حد. هلا ويا نرجس حالم دي هتبقى حد؟ هي مش خالتك؟ اه طبعا، بس انت عارف الواحد برضو لما يكون عايش لوحده بياخد حريته اكتر. بيتي تحت امرك، فيلا انا ايه؟ بس انا بقى زي الفريك ما احبش شريك. جبتلك بيت لوحدك ساعتها بقى افكر اقعد. انا قدامي فيلا للبيع، انما ايه من بكره اشتريها لك. ايه ده من غير ما اشوفها؟ انا تحت امرك، انا خدوك تتفرج عليها. طب اسمع انا عندي فكره. ايه رايك انت تديني الفلوس وانا انزل ادور عليها بمعرفتي انا وطنط؟ وانا شكايتي تحت امرك. بس بشرط الفلوس دي سالف لغايه ما تيجي فلوسي. سالف ده ايه؟ ما بين خيرين حساب. اتفضل. ميرسي قوي. ما تيجي تعلمين الرقص. خليها لما نبقى لوحدينا في بيتي الجديد. مش ممكن، ازاي اوافق على انك تقعدي في بيت لوحدك؟ يا امي يا حبيبتي، هو مش دخل ابويا السجن ظلم عشان 30,000 جنيه؟ انا بقى دفعتهم له بحكايه الفيلا دي 300,000 جنيه. مش كفايه ده مال الدنيا كله، ما يسواش ليله واحده في سجن انسان مظلوم. يا امي يا ست الكل، مين اللي قالك ان انا هشتري بالفلوس دي فيلا؟ وبعدين هو معقول؟ هو في بنت تستغنى عن امها؟ مين هيحميني؟ هلاقي فين الصدر الحنين اللي يضمني ليه وقت الشده؟ حبيبتي امي. نعم يا روحي. انا عايزه اقابل عادل. عادل قريب سلطان؟ لو وصلت لعادل هيبقى ده الكارت الكسبان. ورده، واخره اللي بنعمله ده يا ماما هتدخل السجن تاني وتضيعي اجمل سنين عمرك. ايه رايك لو نسيب ده كله ونسافر وربنا هو اللي ينتقم؟ امي انت اللي بتقولي الكلام ده؟ انت؟ يا عزة، شفتي؟ شفتي بقى ان احنا مش ممكن ننسى ابدا اللي اتعمل فينا. عندك حق. هتقابلي عادل ده ازاي؟ انا هعرف اوصل له ازاي؟ والله يا فاروق بيه انا عملت اللي عليا في الشحنه دي والباقي على ربنا. البركة فيك برضو يا ريس عادل. ما تقلقش يا سعادة الباشا، كله هيبقى تمام وعلصة بإذن الله. بإذن الله. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا سعادة الباشا. مين منورة يا ست هانا؟ أنت بتشتغل هنا؟ إيه اللي بنشتغل هنا؟ طب اطلبي كده أيوة خدمة وشوفي هنعمله إيه؟ ميرسي قوي، أصل طنط بتخلص إجراءات عربيتي اللي جاية من بره. ما تنعيش هم الموضوع. الناس هنا كلهم حبايب. مالك يا ست هانا؟ أنا آسفك. طب أكلمك ولا أشوفك إزاي؟ خد، ابقى كلمني في النمرة دي. ايه الحكايه؟ مستنيه طنطتها وبعدين تبص لي وتبهلق فيا وتروح معيطه وسايباني وماشي؟ ايه يا ست هاني؟ ايه؟ اوعى تنسي اول ما تقابلي عادل تقولي له انت شبه المرحوم جوزي بالظبط. عينيك
شنبك شعرك، كنت بفهم من عينيه هو عايز يقول ايه من غير ما يتكلم. بعدين لما تقابلي سلطان تقولي نفس الكلام، فاهمه؟ طيب يلا. انا بقى دلوقتي سلطان، وريني انت هتعملي ايه. استني اهو. خالد جوزي كان شبهك بالظبط. كملي عنك. وحش مش كده يا حبيبتي؟ طب ازاي؟ مش كده يا ورده؟ اقنعيه اقنعيه يا ماما، يعني قولي الكلام. الو؟ ايوه مين؟ لا النهارده مش هقدر. لا قلت لك مش هقدر النهارده. انا ساعدتك بحاجه يا سبرا سالم؟ طب 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 ما تزعليش. الف سلامه ليكي. نشوفوكي بكره. انا هبقى اتصل بيك. مع السلامه. برافو عليك. تعالي بقى اقعدي عشان افهمك ازاي تكلميه. انا مش عايزاكي تكلميه بالطريقه اللي انت عملتيها. انا جوزي ما حدش ماما يعمل كده. لازم تكلميه بطريقه. لا 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 خليكي انت، انا اللي هرد عليك. وبعدين معاك يا راجل انت مين؟ لا او باردون، انا اسفه قوي. اه موجوده دي واحده. حاضر. الله لا ايه الحكايه؟ هو انت كل ما تشوفيني تعيطي؟ ارجوك ارجوك ما تحاولش تفكرني. افكرك بايه؟ ارجوك تصحيني عشان نقدر احنا كمان نصرحوكي باللي حصل لي من ساعه ما شفتك. اللي حصل لك انت ولا اللي حصل لي انا؟ انا اللي قلتها. انت ايه؟ صعب 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 ان انا اطلب منك انك تكون بديل لواحد تاني. تقصدي ايه؟ انا من ساعه ما شفتك وانت جددت فيا ذكرى السنين اللي عشتهم في لبنان. اول ما شفتك كنت عايزه اجري وراك واقول لك رجعت لي تاني يا خالد. خالد؟ خالد مين؟ جوزي جوزي اللي مات في بيروت. ياي شنبك شنبك شنبك. ماله شنب؟ زي شنبه بالظبط بالظبط. صوتك شعرك كلك على بعضك زيه بالظبط. اه يا حبيبي يا خالد، ده كان كل ما يبص لي من غير ما يتكلم كنت افهم هو عايز ايه بالظبط. قد كده كنت بتحبيه؟ قوي قوي قوي. وانت كمان بتفكريني بواحدة فكرت في يوم من الايام ان انا متجوزها. الله يمسيها بالخير بقى، ولا الله يرحمها ان كان ماتت. لا ارجوك ما تحاولش تبرر حكايتي بحكايه زيها، انا ما بطلبش منك حاجه. ابدا والله، ده انت حاجه تانية خالص. ده فرق السماء والارض. ده اللي من ساعه ما شفتك وانت خطفتي قلبي. تتجوزيني يا سفناس. بتقول ايه؟ بقولك تتجوزيني. بيقولوا عليك بالاسكندراني وباللبناني لو حبيتي. انا من ساعه ما شفتك وانت لخبطتي كهالي وشقلبتي عقلي كله. قلت ايه؟ افكر. جري يا ست، كل ما نقعدوا معاك بحلقي فيا. وكمان بتعيطي. جوزي خالد الله يرحمه. الله يرحمه. يا شنبك شنبك. ماله شنبك؟ زي شنبه بالظبط. يا حواجبك حواجبك زي حواجبك. في حاجة فيا لا يمكن تعرفيها ولا يمكن حاجة زيه كمان. ايه هي؟ مش هقول. لا أرجوك لازم تقولي. بنحبوك. هو كمان كان بيحبني. ما دام شبهك كل حاجة ما نقرب الوصال بقى. ازاي؟ نتجوزه. نتجوزه؟ الو 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 مين بيتكلم؟ أنا عادل يا روح قلبي. معقولة؟ بقالي أسبوع عايش على نار. وانت لسه ما ردتيش عليا، لسه ما فكرتيش. سيبني كمان يومين. لا 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 بكره مش هقدر، ابقى كلمني بعدين. انت بتكلمي مين؟ ده واحد قريبي كان عايز يشوفني لما عرف ان انا رجعت، بس انا ما رضيتش عشانك. قريبك مش قريبك، انا هنقولها لك كلمه زي ما قلتي لي، انا زي الفريق ما بنحبش الشريك. انت هو بالظبط هو بالظبط. انا كنت بهرب منك عشان اهرب من نفسي، ما حبيتش انك تكون بديل لواحد لمجرد انك
انني معاك بشحن ولحم. طب انا عايزه اتفسح بالهنشغل البحر. عندي عروسه البحر بكره وهنسقوا السمك شربات. انت اللي شربات. انت فاجئتني بطلبك يا عادل. عموما ده يتوقف على شعورها ناحيتك. ايوه يا فندم، ما انا كلمتها وهي قالت انها هتفكر، بس انا اللي مطمني اني شبه. شبه مين؟ خالد. خالد مين؟ المرحوم. مرحوم مين؟ جوزها اللي مات في بيروت. لا 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 عرقوش، بلاش السيره دي، احنا ما صدقنا انها نسيت. ما هو احسن برضه لما تنسى. وحضرتك هتطلعي تسأليها دلوقتي؟ لا هي أصلها مش هنا، دي خرجت رحلة في لانش اسمه ايه يا نرجس، اسمه عروسة البحر. عروسة البحر. بتعيطي ليه بس؟ انت فاكرني ايه؟ إذا كنت فاكر عشان شوية الهدايا اللي قبلتها منك والحاجات اللي عملتها لي ممكن تطولني بالسهل، لا. يا بنت الحلال، هدايا إيه وكلام فارغ إيه؟ كل الحكاية إنك محشوشة في نافوخي وأني بريدك. لا، لو جبت لي مال قارون كله وبالحرام يبقى عمرك ما هتطولني. يا بنت الناس، أنت معدنك طيب وكل مادة بتزيدي غلاوة في نظري، وعشان كده أنا بقولك دلوقتي إن أنا بريدك وبالحلال. نعمله الفرح الخميس الجاي. قبل ما اعرف ردك على اللي طلبته منك، انا عايز اعرف تفسير اللي شفته ده. شفت ايه؟ شفتك مع خالي. قال انه بيحبني وعايز يتجوزني. خالي ده راجل قلعبان، ما بيحبش الا نفسه بس، مش بتاع جواز. انا اللي بنحبك من قلبي يا صافي، ومش ممكن نسيبه ياخدك مني زي ما كان عايز ياخد ورده قبل كده. ورده؟ ورده مين؟ دي حكايه قديمه. المهم انت عايزه ناني ولا هو؟ انا عايزك انت، بحبك انت، لكن اعمل ايه معاه؟ ولا يهمك منه، انا اللي يرشك بالميه نرشه بالدم. قد كده بتحبني يا عادل؟ وبيع الدنيا كلها علشانك يا حبيبي. حبيبتي مش دلوقتي. دي لسه صاحيه؟ مش جاي لي نوم. ده بكره فرحك على سلطان. مش عارفه هنعمل ايه بس. بصي، انت تقولي لعادل انك هتهربي معاه قبل فرحك على سلطان، بعدين تقولي لعادل يجي هنا 7:15. ازاي بس؟ اذا كان سلطان هيجي هنا الساعه 7، انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ ايه ده؟ حد يلبس اسود يوم فرحه؟ قومي قومي يا شيخ، غير دوبك لحسن متاخر عن معازيم الفرح، دي هتبقى ليله من الف ليله. انا مش هتجوز يا سلطان. نعم؟
بصراحه بقى انا غيرت رايي ونسيت حكايه الجواز دي خالص. ايه اللي بتقوليه ده بقى؟ اللي انت سمعته. يعني عازم معلمين البحر ورجاله المينا والفرحه قعدته منصوبه. لا 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 اكيد اكيد انت بتهزري. هي كلمه واحده ومن فضلك سيبني عشان تعرف. استني عندك هنا. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عارف الكلام ده؟ كلمي انت رأي. انا حبيت واحد تاني وهتجوزه، شاب من سني مش راجل قد ابويا. جاية تقولي الكلام ده يوم الفرح يا علي؟ ده انا مش هخليكي محتاجة لحاجة ابدا. انا ما يملاش عيني الا هو، وبعدين ده من اكبر معلمين البحر. مين ده بقى اللي من اكبر معلمين البحر وانا ما نعرفوش؟ عادل. مين سعادل ده؟ انت لا الظاهر انكم متفقين مع بعض. المره دي انت الخسران يا خالي. ما تتكلم انا بلسان. لما خلاص صافي اختارك يا سلطان. نعم نعم الله عليك يا معلم. يعني ايه؟ والناس والمعازيم، الناس اللي مستنيه سلطان وعروضته. لا الظاهر انك ما تعرفيش سلطان كويس. انا اللي عارفك كويس قوي يا خال، وعارف كمان انك ممكن تقتلني زي ما قتلت جابر. وممكن تلفق لي قضيه سرقه زي مدبولي، ولا يمكن تحرق لي زي ما حرقت ورده. ولما انت عارف كده جاي تقف قصادي ليه؟ عادل طلعه بره. عادل ده اللي فاكراه راجل وبتحتمي بيه يبقى صبي من صبياني. انا مش صبي يا سلطان، انا معلم زي زيك بالظبط. اخد انت بتضربني يا سلطان؟ وقتلك لو حاولت تاخد مني حاجة. يبقى لازم العروسة وخالتها يعرفوا انت مين، ويعرفوا هم هيناسبوا مين. قول لهم انت مين يا سلطان؟ قول لهم انك انت الخرتيت اكبر راس في عصابة المخدرات. ايوه انا الخرتيت اللي مدوخ البوليس وراه. انا اللي قتلت جابر لما كان هيكشفني في اكبر صفقة رهين دخلتها البلد. انا صفيناز هانم اقتل القتيل وامشي في جنازته. انا بقى يا سلطان اللي هقتلك وامشي في جنازتك. انت يا صافي. انا مش صافي، ام عيون خضر اللي لحق دنستك لونهم. امال انت مين؟ انا وردة يا سلطان. وردة؟ انت وردة؟ ايوه وردة يا سلطان. وردة اللي حرمتها من ابوها وحرمتها من جوزها وشوهتها وخليتها تقضي احلى سنين عمرها في السجن. وردة؟ وردة يا عادل. وردة اللي حطت ايدها في ايدك وخنت العهد عشان تعمي عينها عن اللي قتل جابر. جابر صاحبك يا عادل. ايوه لو كنتش اقدر اتكلم، لكن الحب ليك خلاني اتكلم. حب؟ اخيرا وقعت يا خرتيت. احنا متشكرين يا هانم على مساعدتك ليه. حط ايدك على الابشاء. انت ميت يا فندم. لا 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 لازم تعيش، لازم تتعذب، رد على